تخلعيني من الموضوع ده يا محاسن. انت مالكش دعوه بيه، انت ترمي له الهلاهيل دي في وشه زي ما فهمتك، وتقول له نبقى نتقابل في المحكمه، الا بقى اذا طلع عنده كرامه من نفسه وطلق. اقول له كل الكلام ده ويبقى ماليش دعوه؟ يا عطا يا عطا، انا ماليش غيرك، انت ابن خالتي ومفروض انك تقف جنبي. بس عرفه ده غلس ومش هيسكت لي. وانا اللي كنت فاكره ان انا جنبي راجل هتسند عليه، طلعت بتقول كلام كلام وبس. شكلك كده عايزه تخلصي مني انا وعرفه في يوم واحد. انا اقول له الكلام ده يقوم يخبطني بحاجه يموتني ويتحبس فيا. والله يا عطا فيك عبر الدنيا كلها، بس دمك خفيف. بجد؟ بجد؟ يعني لو عملت كل ده هنول الرضا؟ والله يساعدني وقف جنبي لحد ما اخلص منه، وبعد كده هريحك على الاخر. ماشي يا محاسن، اما اشوف اخرتها معاكي. حاضر. عارفة؟ اهلا وسهلا، اتفضل. جيت فضلك يا نجات، ربنا يديك الصحة يا رب. يا ترى عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة والحمد لله. والولاد عاملين ايه؟ نحمد ربنا ألف شكر. أنا قلت هاجي أشوف الولاد وأطمن عليهم قبل ما أطلع لأبويا. كتر خيرك يا أخويا، مش لازم تعطل نفسك أكتر من كده. أعطل نفسي إيه؟ وأتعب نفسي إيه؟ ده أنتم أهلي. وبعدين مرحوم راضي الله يرحمه كان اخويا. ده الواحد لما بيحصل له اي حاجه اول حاجه بيقولها بيقول اخ. اللي حصل ده اثر فينا كلنا. طبعا يا اخويا. معلش، اهل الحياه لازم تمشي وكل واحد يشوف مصالحه، وكفايه العطله اللي انت تعطلتها. اخس عليك يا نجات، ايه الكلام اللي زعل ده؟ تعطليني ده ايه؟ معقولة احنا هنجامل بعض؟ ده انت لحمي لحمي يا نجات. معلش يا اخويا ما تزعلش نفسك. اصل بصراحة من ساعة المرحوم ما مات وانا لازم احوط على ولادي، ولادي بقى كل واحد منهم في اوضة ونازلين عياط، لازم اطلعهم من اللي هم فيه، لازم ينزلوا يشوفوا مذاكرتهم يشوفوا الجامعات بتاعتهم، وده مش هيحصل الا اذا كنت اقفل بابي عليا وعلى ولادي. عندك حق، ربنا يقويك ويقدرك. بس برضو انا جات انا عم الولاد، يعني تديني فرصه كده اشقر عليهم واشوفهم من وقت للتاني الا اذا كان ده يضايقك يعني. لا يا اخويا ضايقني ليه؟ ما انت لسه قايلها ببقك انك انت عم الولاد. خلاص انا جات، لو عوزت اي حاجه وقت الكسف مني ها؟ انا رقبتي سداده. كتر الف خيرك. المرحوم الف رحمه ونور عليه كان قلبه حاسس، كان مأمننا من كله قبل ما يموت. مش مخلينا محتاجين حاجة. طب بالإذن أنا. بالسلامة، ويا ريت تاخد الباب في إيدك. وأنت خايف بقى تودي الشنطة لعرفة وتبلغه؟ مش حكاية خايف يا دكتور، هي كل الحكاية أنا خايف أحتك بيه يعني، فممكن يقول كلمة كده ولا كده أتنرفز وأنا غضبي وحش. آه طبعًا ما أنا عارف. طيب أحسن. بقول لك يا دكتور، ما تعمل فيا ثواب كده وتيجي معايا، أهو وجودك برضه هيخلي عرفة ده يتلم شوية. ليه؟ وأنا ما عنديش دم زيك وزي بنت خالتك عشان أروح للناس في الظروف اللي زي دي وأقول لهم الكلام الخايب اللي أنا سمعته منك ده. يعني كده هتتخلى عني يا دكتور. بقول لك ايه؟ ابعدني خالص عن الاحراج يا عطا. يبقى ما فيش بقى. انا هواجه الموقف، انا هواجه الموقف يا دكتور، ولا يحصل يحصل. ما بيدهاش بقى. يلا. بقول لك يا دكتور، لو اتاخرت شويه يعني بأسأل عليا، احنا عشره برضه. حاضر، ولو حصل لك حاجه هبقى اجي ازورك في المستشفى.
الو، ها الاخبار جاهزين؟ طب كويس قوي، مأمنين نفسكم كويس؟ بقول لكم ايه، مش عايز اي حاجه غلط او عايز اي مخاطره، ها؟ لا 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 اوكي، لو كله تمام اشحن على طول في الميعاد، وبعد ما تشحن تبلغني. لا لا لا، الفلوس هتوصل لكم بنفس الطريقه. ايه بقول لك ايه، انا هستنى مكالمتك. يلا مع السلامه. اهلا يا ضيف. في حاجه يا ضيف؟ ايوه يا دكتور، انا قلت مش معقوله برضه يقفلوا بدري. لا اصل الحقيقه عطا خرج راح مشوار، وانا كنت هخش الحمام فقفلت الباب، لما لقيتك بتخبط جيت افتح يعني. تمام المعروف يا دكتور، شوف لي اي حاجه، عندي صداع هيفرتك الجمجمه. حلو الكلام. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا اخويا؟ يا ساتر الريس، حرام عليك، انا ماليش دعوه بحاجه، معنا الرسول الا البلاغ. ده انت ليلتك سودة. وانا مالي؟ ما تقول حاجه يا عم مرشدي، ابوس ايدك قول حاجه يا عم مرشدي. مالكش دعوه بابويا، وخليك معايا انا. معاك يا ريس في اي حاجه، اي حاجه تقولها لي انا تحت امرك، لو عايزني ابلغها اي حاجه تاني انا من عينيا. ابوس ايدك قول حاجه. انا فيا اللي مكفيني يا عرفه، روحوا اتكلموا في مواضيعكم الخايبه دي بعيد عني. حاضر حاضر يابا، فوت حاضر. فوت قدام نتفاهم تحت. يلا بالراحه عليا، انا مش حملك. ايه ده؟ سبتني ليه يا راضي؟ سبتني للهم ليه يا غالي؟ اه نعد له. تحب تشرب ايه؟ نفسك في ايه؟ اللي تشوفه يا ريس. ايه في ايه؟ عارف كويس اني لقيتك يا عبده، احضرنا. الله، ولازمته ايه يا عبده يا ريس؟ ما انا انت تخرس خالص. حاضر. ما تتكلمش لما اقول لك اتكلم. حاضر يا ريس حاضر. ايه الحكايه يا عارف؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي. اتفضل يا استاذ احكي، قول الست محاسن عايزه ايه. الست محاسن عايزه باختصار. انت هتقعد لسه ترغي؟ خد قدامي. ايه ده؟ وفي ايه يا معلم؟ الله اعلم. هو مسكين عطى كده ليه؟ علمي علمك. طب ما تيجي نشوف. لا، اذا كان قلبك جامد روح انت، انا مش ناقص وجع دماغ. ابو العزم، ما تيجي نشوف في ايه؟ ابو العزم، يوه ده انت في ملكوت تاني. مال بس فالح كل ما اكلمك تشوح لي بعصايتك. بقول لك ايه يا استاذ شاكر، ما تبقاش حشري، خليك في حالك، انت مش حمل بهدله. ايوه مظبوط، الجبن سيد الاخلاق.